يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض سلطه فراخ كده بطريقه مختلفه، وبعد كده هنعمل ميلك شيك تشيز كيك التوت. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الخس، عندي طماطم شاري، عندي فلفل الوان، عندي بقدونس سويت كورن او ذره حلوه، عندي بصل، عندي فلفل قرون، عندي جبنه بارميجان. بالنسبه للفراخ عندي هنا حته من صدور الفراخ متقطعه رفيع عشان تستوي معانا بسرعه، وبالنسبه للدريسنج هتبل الفراخ ببابريكا وملح وفلفل. بالنسبه للدريسنج عندي كاتشب، عصير ليمون، بشر ليمون، شويه من الزبادي وشويه من الميه، وطبعا الملح والفلفل. طيب حاجه حاجه كده، تعالوا الاول نخلص الفراخ بتاعتنا وننزلها تستوي على ما نحضر بقيه المكونات. بولة كده بره، هميكس فيها بابريكا مع الملح مع فلفل اسود. بص اقلب الكلام ده كده كويس. هاجي على حتت الفراخ بتاعتي، اديها كده تتبيله من الناحيتين. بفرك كده الصدور بيها، نطلع بس الطعم والبابريكا. طيب شويه من الزيت في الطاسه، هديها فرصه تسخن ثواني. هنزل بالصدور وهنديها فرصتها تستوي مع بعض. طيب هدي قلبه كده الفراخ بتاعتي، ابص عليها، انا برضو مش عايزها تقب من ناحيه عن الثانيه، فهديها تقليبه كده النص، هدي عليها النار شويه. هنجيب بوله كده حلوه من هنا، ننزل بالخس اهو، هنزل بالطماطم، هنزل بالذرة، هدي الفراخ بتاعتي قلبة، طيب حاجة حاجة بقى، بصل الأول، أهو عايز آخده كده شرايح رفيعة. ادي البصل بتاعي، افركه كده على قد ما اقدر، خليته من بعض، وادي البصل بتاعي. تاني حاجه معانا فلفل الالوان، خلاص الفراخ بتاعتنا بتخلص دقيقة بالظبط 30 ثانية كمان وهنرفعها على طول. ادي الفلفل الأحمر، بص بص على الفراخ،
زي ما قلت لكم ايه ثواني بالظبط وهنشوف. نقدر نقطعه كده زي ما انا بعمله، نقدر نقطعه جوليانات طويله لو حابين. عظيم جدا. خد لنا كده ايه الفلفل الحامي، خلاص بالورد كده اهو. لو عايزينه مش سبايسي قوي طبعا نشيل الايه البذر من الفلفل. حلو قوي. هنرفع الفراخ. خلي الفراخ بتاعتنا ترتاح كده على جنب. فلفل. ادي الفلفل بتاعنا. هاجي هنا شويه من البقدونس. عندي كمان جبنه بارميجان. عايزه ايه؟ اقلب الكلام ده مع بعضه كده. حلو قوي. خلي دول هنا لو احتاجناهم. نمسح البلانشة بتاعتنا عشان هنقطع عليها الفراخ دلوقتي. حلو قوي. تعالوا نعمل مع بعض الدريسنج كده في السريع. بولة. هنزل بالزبادي. هنزل ب ال دي سيراتشا مش كاتشب. هنزل بالسيراتشا ده عشان احنا بنعمل دي سبايسي، لو احنا مش عايزينها سبايسي يبقى ننزل ب كاتشب زي ما قلنا في الاول. برش الليمون، ملح، فلفل اسود. عندي هنا عصير الليمون، وعندي هنا شوية المية. بس مضرب بقى اللذيذ. ميكس الدريسنج ده كويس قوي في بعضه. هناخد الدريسنج بتاعنا وهننزل على السلطة. حلو قوي. قبل ما اقلب هاخد الفراخ بتاعتي وهعمل حاجة بقى. هقطع الفراخ قطعيتين مختلفين، واحدة او اتنين حتتين هنقطعهم مكعبات صغيرة وهننزلها في السلطة، وصدر هنسيبه يتقطع شرايح ويتحط فوق كجارنش. خلاص طول اهو. بصوا الصدر من جوه لسه طري ازاي. هنقل الفراخ بتاعتي على طول. انا بتلسع لسع عشانكم يا جماعه. يلا كله فداكم، يلا كله فداكم. طيب خليها اقطع ده كمان ونبقى ننقله في الاخر. اقول لكم احنا نقطع كل مكعبات جواها
ان صدر واحد هيبقى صغير على البوله اللي احنا عاملينها. فكله مكعبات وعلى البوله على طول. بص معلقتين بقى كده ونقلب بقى السلطه بتاعتنا كويس قوي. عظيم جدا. اخر حاجه بقى طبق التقديم وعلى طول هننزل بالسلطه بتاعتنا. نيجي بس هنا كده في الآخر ننزل بالبرمجان وآخر حاجة رشة من فلفل أسود زيت زيتون حلو كده ونقطتين اهو. نبقى كده عملنا مع بعض سلطه الفراخ السبايسي، حطينا فيها قرون فلفل، عملنا لها دريسنج بالسيراتشا كده مختلفه، وسوينا الفراخ بتاعتنا. الفراخ دي ممكن تبقى مسلوقه، ممكن تبقى محطوطه في الفرن، او ممكن تبقى مشويه في الطاسه كده زي ما عملنا. خلينا نطلع اخطف فاصل في السريع ونرجع نعمل مع بعض المشروب. متعوش فعلا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض سلطة الفراخ السبايسي، خلصناها وعملنا لها كده دريسنج مختلف ولذيذ جدا. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك تشيز كيك التوت الأحمر. عندي ايه؟ عندي هنا لبن، عندي سكر، عندي آيس كريم فانيليا، عندي شوية من كريمة الخفق أو الويبين كريم، عندي توت أحمر، عندي هنا سيرب توت، عندي شوية من الجبنة الكريمي وشوية من بسكوت الشاي. طيب على طول كده خليني بس اول حاجه عايز اجيب البسكوت ده وعايز انزل هنا في الكاسات بتاعتي من تحت. حلو قوي. عايز اثبت بس الكلام ده تحت. ومن هنا زي ما احنا متعودين بقى الايس كريم الاول. السكر. التوت. شوية من سيرب التوت. جبنة الكريمي. البسكوت بتاعنا. بعد كده هنزل هنا شوية من اللبن. ونضرب الكلام ده مع بعض. نشوف لو احتاجنا بعد كده نزود لبن هنزود. نشيل دول بس من هنا. يلا بينا. حلو قوي. كاسات التقديم. وعلى طول من هنا هناخد الويبنج كريم بتاعنا
عشان امهاتنا، ونبقى عملنا ميلك شيك تشيز كيك التوت الاحمر، وعملناه مع سلطه الفراخ السبايسي، ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.